الآن كيف سيسعى الغرب بشكل عام أمريكا وأوروبا إلى التغلب على مشكلة نقص الذخيرة والحرب دائرة في أوكرانيا؟ إن الوضع بالكامل أصبح معقد للغاية من حيث الدول المختلفة والقادة المختلفين الذين يريدون مساعدة أوكرانيا. الأمر معقد ما بشأن دعم الرئيس شي الرئيس الصيني للرئيس بوتين والحاجة إلى السلاح أمر حقيقي، الحاجة إلى الذخائر، الحاجة إلى المقاتلات ليس فقط المقدمة من بولندا، أيضا لابد من الإرادة السياسية لتعزيز كل هذه الأمور. هذه حقيقة. المناقشات أيضا والمحللون السياسيون دوليا يقولون بأنه لا بد من التغيير، القادة بوتين أو زيلينسكي أو الرئيس بايدن. لطالما هؤلاء الثلاثة في مناصبهم فلن تكون هناك فرص قائمة للوصول إلى حل.